وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الجزيرة العربية لها تاريخ ضارب الجذور، وصلتنا بعض القصص عنها وعن أهلها الذين سكنوا صحراءها تلك. تحكي لنا المصادر القديمة قصة حضارة لمدينة في تلك الأراضي الشاسعة القاحلة، فرغم الجدب والقحط كان سكان هذه المدينة يعيشون حياة رفاهية وغنى. إنهم قوم عاد الذين أخبرنا القرآن الكريم عن عصيانهم وعنادهم، اللذين استحقوا بهما عذاب الله تعالى. لقد غطتهم رمال الصحراء سنين طويلة، كشفت لنا البحوث الأثرية في جنوب الجزيرة العربية وعمان، كشفت لنا ما قرره القرآن منذ قرون عن قوم عاد، فكانت آثارهم عبرة لمن أراد أن يعتبر. مكتشف هذه المدينة الضائعة نيكولاس كلب، مؤرخ وعالم آثار هاون. كلب الخبير في التاريخ العربي والموثوق به صادف خلال عمله في تحقيق تاريخ العرب كتابا أثار دهشته، ألفه المؤرخ البريطاني بيرترام توماس، وذلك عام 1932 ميلادية. اسمه أرابيا فاليكس. أرابيا فاليكس اسم لجنوب الجزيرة العربية أطلقه عليها الرومان، وتعني العرب المحظوظين. قد كان أهل المنطقة يعرفون بهذا الاسم، ولهذه التسمية سبب. لقد كان أهل هذه المنطقة في العصور القديمة يستخرجون من شجرة في المنطقة مادة عطرية يبيعونها. كانت هذه المادة تستعمل في الاجتماعات الدينية وتتميز برائحتها الفواحة، كانت قيمتها تعدل قيمة الذهب آنذاك. المؤرخ البريطاني توماس في كتابه عن مدينة العرب المحظوظين أشار إلى أنه وجد آثارا لهم في إحدى جولاته في المنطقة. إذ أراه عرب المنطقة الممر لمدينة قديمة تدعى الأحقاف، اعتنى توماس بهذا الموضوع، لكن المنية عاجلته قبل أن يتم تحقيقاته. نيكولاس كلب قرأ كتاب توماس وأعجبته الفكرة، فبدأ بالتحقق من وجود المدينة الضائعة بعمل دؤوب وجد ونشاط.
طلب كلوب من مؤسسة ناسا تصوير هذه المنطقة من الفضاء. أظهرت الصور الملتقطة من الفضاء بعض الطرق التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. قارن كلوب بين الصور الفضائية وبين الخرائط القديمة التي معه، فحصل على مبتغاه بمقارنة الطرق الموجودة على الخريطة مع الطرق المصورة من الفضاء. وجد مساحة واسعة، وحسب توقعاته يجب أن تكون المساحة الواسعة هذه مقر أهل مدينة عاد. قرر كلوب أن يبدأ الرحلة. كانت رحلة مثيرة وطويلة، استعملت فيها لجنة الآثار أحدث الأجهزة الإلكترونية في تلك الصحارى الموحشة التي كانت الأجهزة تقف عاجزة أمامها في بعض الأحيان. في نهاية المطاف وصل كلوب ولجنته إلى المدينة التاريخية التي كانوا يبحثون عنها. عندما بدأت معالم المدينة بالظهور، علمت اللجنة أنهم أمام مدينة إرم، مقر قوم عاد الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أراجع كلوب في أثناء بحثه القرآن الكريم. لقد وصف القرآن الكريم مدينة قوم عاد بأنها ذات العماد، وفي اللغة العربية يأتي العمود بمعنى البرج، فمعنى هذا أن من أهم ميزات المدينة المذكورة أنها ذات أبراج مرتفعة. لقد وصل علماء الآثار أثناء حفرياتهم إلى تلك الأبراج وجسدوها مستفيدين من تقنيات الأجهزة ثلاثية الأبعاد. لقد أفاد رئيس اللجنة الباحثة في الحفريات دي زارينز بأن أهم ما يميز هذه الآثار هي كونها ذات العماد، لذلك جزم الباحثون بأن هذه المدينة هي مدينة إرم قوم عاد. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. إن هذه المدينة لقوم عاد الذين كذبوا هودا عليه السلام، فعاقبهم الله عز وجل بالهلاك. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. في هذه الآية نرى القوم قد رأوا سحابا فظنوا أنهم ممطرون، وما علموا أنه العذاب الذي سيستأصل شأفتهم. هذه الآية توضح لنا شكل العذاب الذي أصاب قوم عاد. العواصف الرملية تشبه من بعيد غيوم المطر، ولذلك ظن القوم عندما رأوها سحابا مطيرا. فمدينة الأحقاف طمرت بطبقات عظيمة من الرمال. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
ومعنى هذا أن الزوبعة استمرت 7 ليال وثمانية أيام، غمرت خلالها المدينة بأطنان الرمال ودفنت الناس تحت الرمال وهم أحياء. ولبيان أن قوم عاد قد طمروا في الرمال، ما استخدمه القرآن الكريم في بيان موضعهم بأنه في الأحقاف. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف في اللغة العربية هي تلال الرمل المعوجة، وكون المنطقة ذات تلال رملية فمن الطبيعي جدا أن يدفنوا فيها على هذه الحال. الهلاك الذي وقع بقوم عاد سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. توحي لك هذه الآية بأن الأمر تم مباشرة، ودفن القوم أحياء في هذه الرمال التي لم تترك لهم أثرا. خلاصة القول: جاءت أدلة علم الآثار لتكشف بالصور ما حكاه القرآن عن قوم عاد إرم ذات العماد، وكيف أن هلاكهم كان بعاصفة رملية هائلة كما وصفهم القرآن الكريم تماما. لقد بين القرآن الكريم سبب هلاك قوم عاد، وهو طغيانهم وانحرافهم عن سواء السبيل. كل الأقوام التي سبق ذكرها تشابهت أسباب هلاكهم، فجميعهم انحرفوا وطغوا واتخذوا من دون الله آلهة ولم يستجيبوا لنداء الرسل، فكانت نتيجتهم واحدة وهي الهلاك المحقق. ليس هؤلاء فقط هم الذين أهلكوا بسبب عصيانهم، بل إن من الأمم الكثير ممن نالهم عقاب الله تعالى. يخبرنا الله تعالى بهذه الحقيقة طالبا منا التفكر والتدبر في هذا الأمر. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر؟ الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا هي أن الله تعالى قادر على إهلاك أي إنسان أو مجتمع في أي مكان وأي وقت، كما أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يهب من يشاء من النعم، فكل الخير والجمال بيد الله سبحانه وتعالى، وما على الإنسان تجاه نعم الله تعالى إلا أن يعبد ربه وحده ويشكره ويستعمل نعمه في سبيله لينجو من عذابه ويتمتع بمرضاته في الدنيا والآخرة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.